سلام واضح، معكم نسيم حداد، سعيد بهذا اللقاء معكم. انا حاصل على دكتوراه الدوله في الفيزياء النوويه من مركز الابحاث النوويه بسويسرا، وكنظن بانه من الواجب على الانسان انه كيثقف راسو يعني الدراسه كتساعد على انه كيشوف لو موند اوترومون. اي بوي المجال الفني كانت سي لا باسيون اللي كانت دوبي لونفونس. شئت في واحد البيت اللي كيعطي قيمه كبيره للتراث المغربي، خصوصا ان الاصول ديالي من مدينه ابيجاد. تراث العيطة بالنسبه للمغرب هو لسان حال المغاربه، يعني هو النمط الغنائي او الممارسه الفنيه اللي من خلالها المغاربه يعبرون عن كل ما يخالج يعني شعورهم. فهذا علاش اختاريت العيطة بالضبط، ويعني والاكيد يعني انه كاين واحد الشغف، كاين واحد الحب بتراث العيطة. وانا كنظن بانه الانسان يعني من الجميل انه يعيش من لا باسيون ديالو. هي صراحه المشاريع الان اللي كاينه، وهي انه بغيت نتعمق اكثر في التراث ديال العيطة، خصوصا انه يعني الحلم ديالي هو ان هذا التراث ديال العيطة يقدر يوصل للعالميه، يعني يخرج من الحدود ديال المغرب. يعني هادو من الاشياء اللي كنعمل عليها الان. فاول حاجه يعني قمت بالالبوم اللي سميته رباعيات الغناء الشعبي، اللي هو من المرددات النسائيه، واللي عطيتهم القواعد والهياكل ديال العيطة ودمجتهم كقصائد جديده في تراث العيطة. يعني هذا هو العمل اللي الان كنقوم به. يوم الجمعه يوم الخميس، يوم الجمعه يوم الخميس، تنقوق ونجيب ليه، تنقوق ونجيب ليه، تنعيش في بوحبل، تنعيش في بوحبل. وكنتمنى يعني انه يعني هذه المساله يعني تفتح الباب امام شباب ناس اخرين اللي تا هما ياخذوا المشعل ديال تراث العيطة ونزيدوا جميعا يعني التراث ديال البلد. الا كان عندك شغف بالمجال اللي كتعمل فيه وكنتي مرتبط به بشكل كبير وكتخدم يعني بشكل كبير في ذاك المجال، فالاكيد غادي تنجح. يعني فالنجاح ديال الانسان ما مرتبطش فقط يعني انك تكون طيار او لا تكون طبيب. فكنقول بانه بالعمل الجاد وبالعزيمه فالانسان ممكن انه يحقق الحلم ديالو. اوا وا تقادوا في الراي ذا قولوا تعاي، اوا وا ويا قولوا تعاي، قولوا تعاي، اوا وا يا قولوا تعاي درعت بيه.